Okay, so thank you for coming today for this event. Today we launched three devices, the Xiaomi 11T Pro, the Xiaomi 11T, and the Xiaomi 11 Lite 5G NE. All of them are 5G enabled devices and come with really, really innovative features. For example, the hypercharge technology in the Xiaomi 11T Pro, which is 120 watt, and that charges your phone within 17 minutes. The Xiaomi 11T comes with 67 watt fast charging. The charging gets completed from 0 to 100% in 36 minutes. And the Xiaomi 11 Lite 5G NE, which is again a very light phone, slimmest phone currently available in the market. And the last product that we launched was the Xiaomi Pad 5. So all these products, especially the smartphone devices, are kept in line with our future direction of 5G, to develop the 5G technology and bring it to all the customers across the globe so that they can enjoy good features, latest technology, innovative features, I would say, at very, very affordable pricing. احنا اليوم اطلقنا سلسلة جديدة من هواتف شاومي الخلوية. وهاي طبعا الهواتف الجديدة بتعزز شراكتنا مع شركة شاومي اللي احنا بدأناها في شهر 4 اللي فات. من خلال هاي الشراكة أصبحنا إحنا الممثل الرسمي لهواتف شاومي الخلوية في السوق الأردني. وشاومي بالفترات السابقة كان لها قفزات نوعية في إطلاق سلسلة كبيرة من الهواتف الخلوية بمواصفات عالية وبأسعار معقولة. واليوم أطلقنا زي ما حكينا سلسلة جديدة اللي هي شاومي 11T Pro، شاومي 11T والشاومي 11T Lite 5G، وكلها بخاصية الـ 5G وكلها بميزات عالية جدا وبأسعار كثير منافسة وكثير معقولة ومتاحة للجميع. شاومي هي الآن إذا نحكي على الشرق الأوسط هي رقم 2 في الشرق الأوسط، وكانت في شهر 6 رقم 1 عالميا، وكانت في الربع الثاني رقم 1 في أوروبا. بالإضافة لذلك احنا تميزنا فعليا كشركة بي سي آي بخدمات ما بعد البيع من خلال مراكزنا المنتشرة في كل المحافظات الأردنية، ومن خلال طاقم على أعلى مستويات التدريب والخبرة في تلبية كل حاجات الزبون وفي خدمته الخدمة الأفضل ما بعد البيع. القطع طبعا متوفرة، وأسعار القطع بالنسبة لشركة شاومي كمان أسعار كثير منافسة ومتاحة بين إيدين الجميع.